يوم العذراء والنعم، ها يوم يتوب في حياتنا. هذه الأمة البتول اللي كانت مثار الحب والنعم، هذه الأمة البتول ننظر لحياتها الصعبة، ولكن مع ذلك ارتبت المسيح واعطتها لنا. وجاء هذا المسيح في اليوم السادس، the sixth day، يعني دائما اليوم السادس يعني يوم الألم. إذا ما عندك ألم بهالميلادك من صليب غيرك، وإذا عندك ألم تحقق الميلاد في حياتك، لأن الميلاد مع كل متألم. مريم كانت متألمة، ولكن مع ذلك نسأل الله وعطتها الرب يسوع. لقد بعثت شعبي بأن أرسل لهم مخلص ليخلصهم من جميع الشرور والحروب، ولأنك صالح دارك فإننا ننتظر وعدك، فكن مع شعبك الذي اختارك إلى الأبد. آمين. سيقتلونك يا مريم.
من سيصدقني؟ من سيصدقني؟ من سيصدقني؟ مسكين أنت يا يوسف، مسكين مثل كثير من الناس الذين لا يعرفون قيمة مريم في حياتهم. مسكين يا يوسف لأنك اعتقدت أن مريم هي امرأة عادية. كلا، يوسف مريم هي حمامة السلام، مريم الشفاء للجروح، مريم هي الطريق للابن. فكل ما من مريم وليثق جميعنا بمريم. Thank you.
راح يجي المخلص يخلصنا من فطرنا وذلنا. يلا خلونا نتدخل. والآن رح يحصل هذا اللقاء، وقلنا لازم نذهب إلى ذلك الأحرام مثل هذا العامر يسجدون لأبوه يسوع، نسجد في ملوكه. ولكن انتظرونا، ما خلصت، ما خلص العرض. حسب التقريب we had three names. There is fourth one who came to Windsor. أكون ثلاثة من جلوس، لكن أكون واحد من عندهم ما راح لأي مكان، إجا لمدينتنا وينزر. وأول من قابل دخل إلى مدينة وينزر كان أكو التقى بنت. هاي البنت تستعمل الكمبيوتر والسيرفون هواية وما جبتي على الكريسماس. Shut up,
ربنا شفت عوقانا سنيكا لتكارب من نهن سعد أخلى أين قصدنا حقيقي وين ما نضالك دابت مني شرط كوداك قصدنا حقيقي لكن ابن واحد من الشباب اللي عنده قصه خاصه نريد نشوف شنو مشكلته وينزل Thank you.
تتحققون ان حياتكم على الارض طويله. لو كنتم تعلمون كيف هو الملكوت وكم هو جميل لما تذمرتم او تحصرتم. العمل الخير على الارض هو بناء منازلكم في السماء. ارجعوا الى اقطار ابن يسوع ولا تتعلقون في العالم. ارجعوا الى حياتكم فستعيشون ملكوت مع ابنه. ويسعدون الى مغارة يسوع بنعم الرب لتكونوا من اهل الاستقامة لكل اجراءات الشباب. تكونوا منا مما يمكن ان نتعلم منه.